يحتضن المركز السوسيوثقافي بمدينة تطوان إلى غاية الأسبوع الأخير من الشهر الجاري معرضا للفنان التشكيلي حميد العلوي. فن شاكر العلوي ومحمد علي زريح. هي لوحات يبحر من خلالها الفنان حميد العلوي في العشق من أجل نشر ثقافة التعايش مع الآخر باستعمال الريشة. عبر هذا المعرض يتقاسم حميد عشقه للآخر مع جمهور الفن التشكيلي بتطوان. هذه الأعمال اللي حاولت أنني نسق فيها ما بين أولا الموضوع، ثانيا اللون، ثالثا المادة اللي كنشتغل بها، يعني كنحاول نشتغل بمواد اللي هي أولية، اللي هي طبيعية، اللي هي كتدل على طبيعة الإنسان، فحال مثلا الخنش، فحال الخيط، فحال وكنحاول عاوتاني الألوان، حتى هي كنحاول نعطيها ألوان ترابية، يعني بما أن أصل الإنسان من تراب فهو يعني أنا كيعجبني نتناول المواضيع اللي كتخص الإنسان والإنسانية. بقاعة عروض المركز السوسيوثقافي لمؤسسة محمد السادس بتطوان، معرض الفنان حميد العلوي يمنح محبيه فن الألوان فرصة للإبحار داخل اللوحات وما بين خبايا العشق. اليوم كنحتضنوا معرض فنون تشكيلية للفنان حميد العلوي، وذلك ضمن مجموعة من المعارض اللي يحتضنها المركز في إطار واحد لابيلا مانيفيستاسيون دانتيغي اللي كتنظموا المؤسسة سنويا من أجل تلقي طلبات، يعني إبداءات الاهتمام نتاع الفنانة المغاربة أو الفنانة الخارج. إلى غاية 24 من يناير الجاري أبواب معرض الفنان حميد العلوي إبحار في العشق مفتوحة في وجه تطوانيين وكل محب لروح الإبداع الفني.